مزق السد. الو ايوه دكتور عباس، سمعتني حضرتك؟ ايوه يا استاذ احمد، اهلا بيك. دكتور عباس، الو، بتكلم على سد اربعات انهار في بالقرب من مدينه بورت سودان في ولايه البحر الاحمر السودانيه، في فيضانات، في سيول، جرفت العديد من القرى، في عشرات من الضحايا، وهناك عشرات ايضا بيتم يعني مفقودين، في الاف من المتضررين من سكان هذه القرى. ماذا عن هذه المنطقه؟ ماذا عن هذا السد؟ ماذا عن ايضا الفيضانات والسيول والامطار الغزيره في السودان؟ منطقه او مدينه بور سودان هي مدينه على البحر الاحمر. نعم. زيها زي سفاجه والقصير والغردقه عندنا. أمام كل هذه المدن بتوجد مخرات سيول في جبال البحر الأحمر. السودان كان بنى سد على أحد هذه المخرات على بعد حوالي 25 كيلو من المدينة في اتجاه الجبل، بيعلو المدينة بحوالي 200 متر. وبني هذا السد يمكن 2003، والساعة التخزينية هو يعتبر سد صغير زي السدود اللي احنا بنعملها في البحر الأحمر أو في سيناء. السد بيخزن حوالي 25 مليون متر مكعب. مليون، احنا تعودنا بنتكلم بالمليار، مليارات. في مليون، فده يعتبر كميه قليله، ولكن في هذا الوادي لانه بيعلو المدينه بحوالي 200 متر مرتفع عن المدينه، عن المدينه، لان مخر السيل بيبدا من الجبال، وحواليه جبال ارتفاعها بيصل الى 1500 متر. لكن بحيره السد كانت على ارتفاع 200 متر من المدينه وتبعد 25 كيلو. نعم. ولكن مع الامطار اللي حصلت في الاسابيع الاخيره واحنا شفناها عندنا في جنوب اسوان في وادي العلاقي. نعم. وفي ابو سمبل والعوينات. نعم. هناك ايضا امطار في على جبال البحر الاحمر زي ما شفنا عندنا ايضا في حلايب وشلاتين. فكان في بور سودان. وبالتالي الامطار كانت عاليه وملئت البحيرة والمياه يعني عبرت من أعلى السد، وهذا أخطر شيء في السدود. أن تعبر المياه من فوق السد. وواضح أن السد لا توجد له أي صيانة. أكيد هو سد بدائي، سد ركامي صخري بسيط. زي ما احنا شايفينه كده. بالظبط، يعني سد ركامي وصخري وما فيش رعاية ولا صيانة، لأنه ربما ما شافوش هذه الأمطار منذ سنوات طويلة. هو بتحصل يعني الأمطار لكن مش بهذه الشدة. وهذا السد بيخزن مياه في الصيف يعني يستفيد بها السكان معظم الصيف. بيتكلموا على مية شرب كمان، عندهم مشكلة في الشرب. ما هي هذه المياه هي أساسا كمياه شرب. لأن 25 مليون ما ينفعش انها تستغل في حاجة غير الشرب لأن كمية قليلة. فكانت وفي بعض الآبار في الوادي اللي ممكن يعني بتجدد سنويا من هذه الامطار. نعم. اللي ممكن تستغل في الشتاء. نعم. في حاله عدم وجود امطار، فاذا هذا السد اللي عدم وجود صيانه ومتابعه انهار. هذا السد بالضبط هو شبيه بما حدث في ليبيا العام الماضي. ولكن كان سبب الامطار في ليبيا الاعصار دانيال اللي كان ايوه وانهار سدين في ليبيا، لكن الوادي في السودان اوسع من ليبيا ويعني يعتبر اخف، عشان كده والكثافه السكانيه اقل. احنا شفنا في ليبيا الضحايا كانوا اكثر من 3000. نعم. اما هنا احنا بنتكلم على عشرات يعني، ولكن يعني في بعض القرى بتعتمد على هذه المياه اعتماد كلي، ولكن عدد السكان في كل قريه لا يزيد عن 100 او 200 شخص. فهي كرة خفيفة، لكن مدينة بور سودان أيوة. هذه المدينة بقى هي اللي بتعتمد على مياه الشرب. يعني أعتقد الأضرار ليست في مدينة بور سودان. نعم. ولكن الأضرار في القرى اللي موجودة على طول هذا المخر. دكتور عباس، أنا كنت بتابع تقارير كتيرة النهاردة بتتكلم على جميع القرى اللي في مواجهة المية دي اتشالت كلها. هم خمس قرى. وكل قرية فيها حوالي 100 ولا 150 نسمة. يعني الكثافة مش عالية زي الأراضي الزراعية في داخل السودان أو زي ما شفنا في لا بس وادي كمان اتكلموا على الأرض الزراعية كمان بتاعتهم انتهت. يعني كنت بتابع حتى طبعاً. داخل السودان التلفزيون النهارده كان بيتكلم على الأرض الزراعية كلها اتشالت بالزراعات، باللي حتى بيتكلموا على تربية مواشي أيضا تأثرت لأنه المية غطت كل حاجة. اتفضل يا فندم. هو الحقيقة يعني السيول اللي حصلت في السودان ليس فقط في منطقة بور سودان ولكن في كل مناطق السودان، وشفنا في ابو حمد من حوالي 3-4 اسابيع. نعم.
ان اللي فيها يعني مناجم ومياه السيول شالت معاها بعض صخور المناجم وبتصل بيها يعني احيانا الى النيل وغيره. فشفنا السيول في معظم انحاء السودان لان الامطار كانت على السودان عاليه جدا هذا العام. ومن هنا الزراعات والاراضي والبيوت الحقيقه للاسف يعني اضرار كبيره في انحاء السودان بما فيها الضرر الاخير. وشفنا سنه 2020 كان في سد بوط بس سد بوط ده كان في الداخل في ولايه النيل الازرق ولكن ما كانش فيه له ضحايا لكن تشرد مئات او الاف من السكان وتهدم اكثر من 600 منزل. اذا هذا ينبهنا لشيء مهم جدا وهو في مخرات السيول في الدول العربيه بالكامل. ايوه يجب تقييم هذه السدود مرة أخرى لأن فيها سدود قديمة زي ما كان في ليبيا كان بقاله 50 سنة وفي سدود ما فيش لها أي صيانة وبالتالي عند حدوث أي سيل شديد يبقى هنا في خطورة وخصوصا عند المدن اللي أمام مخرات السيول. وإحنا عندنا يا أستاذ أحمد عندنا في مصر عندنا مئات مخرات السيول وكل وعندنا كل مدن الصعيد كل مدينة أمامها مخر سيل لما نشوف في أسيوط في وادي أسيوط قدامها وفي وادي إنا وعندنا وادي العلاقي وفي وادي خريط ووادي الحمامات وكل هذه الأودية موجودة أمامها مدن كبيرة فمحتاجين صيانة دورية عدم وجود أي عوائق في مجاري السيول عدم البناء أو إلقاء القمامة أو غيره إنشاء بعض المخرات السيول الصناعية اللي توصل المياه إما للنيل إذا كان المخر السيل متجه لنهر النيل أو إذا كان متجه للبحر الأحمر لأن الناس الشيء كل مدن البحر الأحمر في مصر أو في سيناء أمامها مخرات سيول قوية وإحنا الحقيقة وزارة الري عندها خطة وإنشاء عشرات من السدود في هذه الأماكن لكن لو السيل كبير ممكن السد اللي إحنا بنعمله بيبقى صغير ولا يكفي لكن هو يكفي إذا كان السيل متوسط فإحنا يعني بنعمل اللي علينا في حالة السيول المتوسطة لكن لو في سيل ضخم جدا مش هينفع معاه سد او اثنين او ثلاثة. طيب. فهنا محتاجة مراجعة ان مخرات السيول اهم حاجة انها تكون في طريقها سالك ان المية اول ما تنزل تتصرف اول باول قبل ما تتجمع وتغمر الاراضي. طيب دكتور عباس نروح لملف اخر النهاردة ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي قال تصريحات مضللة وتصريحات كاذبة. هو بيتكلم على وقال انه خلصوا السد وقال انه بيطلب من مصر والسودان انهم يعني يتعاونوا مع اثيوبيا وقال تصريحات المضلله ان السد ده هيعود بالفائده على مصر وعلى السودان. ماذا عن هذا السد الان؟ ماذا عن تصريحات ابي احمد؟ ماذا عن الاجراءات الاحاديه اللي اخذتها اثيوبيا بدون التوافق بين مصر والسودان في هذا الامر وبدون ايضا الوصول لاتفاق بين الدول الثلاثه؟ ماذا عن القانون الدولي والتحرك بقى خلاص هو عمل السد زي ما هو بيقول يعني هو سد النهضه حاليا انشائيا يعتبر انتهى وصل الى اقدر اقول 99.5% ناحيه هندسيه انشائيه قرصانه وغيرها لكن كهربائيا لا يتعدى 60% لان هو لسه افتتح توربينين اول امس وكان في توربينين راكبين من سنتين يبقى اصبح التوربينات اللي راكبه دلوقتي 4 من 13 توربين يعني هنا يعني المفروض يعني عدد التوربينات يبقى ده اقل من النص هنا فاذا لسه امامه سنه او اثنين على ما يكمل بقيه التوربينات وعندهم امل ان يركبوا 3 توربينات اخرى بنهايه هذا العام وهذا هو سبب رئيسي في فتح البوابات في الوقت الحالي لسبب ان اذا انت هتملى البحيره عن اخرها ويبقى الملء الاخير فتح كم بوابه؟ هو فتح عنده 6 بوابات تستطيع امرار ما يقرب من 0.5 مليار متر مكعب في اليوم وده الايراد اليومي بالفعل لو فتح هذه البوابات يعتبر كان السد النهضه مش موجود والمياه تمر بالكامل ولكن هو فتح 3 بوابات فقط ويعتقد ان هي برضه نوع من التجربه وايضا لعدم جاهزيه التوربينات لانه لو كان عنده 5 6 توربينات راكبين كانوا هيستهلكوا المياه وكان يقدر يخزن المياه بالكامل ويملا البحيره ويبدا يستهلكها طوال العام في توليد الكهرباء لكن اذا ملا البحيره وشغل التوربينات ما كانش هيستهلك منها يعني حوالي 5 أو 6 أو 7 مليار متر مكعب والباقي هيضطر يفرغه قبل موسم الامطار القادم بدون تشغيل التوربينات يفتح بقى البوابات اللي هي العاديه ويفرغ الميه وبدون اي استفاده فبالتالي هم دلوقتي يعني فضلوا ان يفتحوا من دلوقتي وده احسن لهم فنيا طالما مش هتولد بالمياه كهرباء يبقى ليه تخزنها وتسبب حمل على
السد، سواء السد الرئيسي او السد المكمل. نعم. وبالتالي فتحوا البوابات. بعد فتح هذه البوابات يعتبر هو خزن 13 مليار بدل ما كان هيخزن 23 مليار. ووصل يعني الى ما قدرش يخزن الكميه اللي كان عايزها السنه دي. هو لو كان يقدر وكان عنده التوربينات جاهزه انها تستفيد بهذه المياه كان عمل. لكن ليه يخزن ويسبب حمل على السدين وفي النهايه يفرغهم تاني؟ يعني هو فرغ زي الشهور اللي فاتت كان فرغ 6 مليار متر مكعب بدون ما يمر بدون المرور على التوربينات. طب وكنت مخزنهم ليه من الاول؟ يعني ما لهمش اي استفاده. فهو دلوقتي برضه يعني يستفيدوا من الدرس السنين اللي فاتت، وان هو مفيش داعي انه يملا البحيره عن اخرها طالما التوربينات لسه، التوربينات بتشتغل ببطء شديد. لسه مركب اتنين اول امس بداوا يشتغلوا. واحنا التوربينات الاثنين الاولانيين كان المفروض يشتغلوا في 2017. نعم. اشتغلوا في سنه 2022. نعم. فهذا هو السبب الرئيسي. فطبعا هو احنا لا مانع من ضروره التعاون في مياه النيل. اقول لحضرتك ان مياه النيل تكفي 4 أضعاف عدد السكان الحالي. وما ياتي الى مصر والسودان يمثل 8% فقط من مياه الامطار اللي بتسقط على اثيوبيا. وفي عندهم 92% بيطروا بقى الغابات والاراضي الزراعيه بالمطر وغيره وغيره وبحيرات وغيره، ولكن هم ما بيستفيدوش منها. هم ما بيستفيدوش يعني منها. هو كويس. زعلان على 7-8% دول اللي بيقولوا بالظبط، لان هم دول شايفينه في بحيره ناصر. ما يعرفوش احنا ليه ازاي وقفناهم في بحيره ناصر، ازاي عملنا السد العالي، وازاي حاربنا والعدوان الثلاثي وعملنا مع امريكا وانبينا وعملنا اللي عملناه علشان نبني السد العالي ونحجز المياه اللي كانت بتنزل في البحر. فهم باصين وكان مياه النيل كلها هي اللي موجوده في السد العالي، ودي يعني هي 8% فقط من اثيوبيا. ولو شفنا دول المنابع بالكامل مياه النيل 5% فقط. فالتعاون ضروري علشان في اثيوبيا ال 92% او في دول المنابع الاخرى ال 95% ان احنا نستفيد بيها كسكان وادي النيل او حوض النيل. فالطريقه الوحيده للصالح العام هي التعاون والاستفاده وعمل مشروعات. مصر يبقى لها مشروعات زراعيه هناك، ويبقى فيه برضه مزارع انتاج حيواني، ولان هناك موقف مصر. دكتور عباس، موقف مصر دائما احنا مش ضد التنميه، ولكن كمان مش مع انه مش هنسمح انه حد ياثر على حصتنا من مياه النيل ابدا. هو هقول لحضرتك ان شاء الله هذا العام حصتنا كامله جايه كامله، ولكن هذا ليس معناه ان احنا خلاص يبقى مدخل. لا احنا مش موافقين حتى دي حصتنا التاريخيه. حتى لو مش موافقين على كل الاجراءات اللي هو عملها، حتى لو الحصه جايه كامله. احنا مش راضيين على الاسلوب. ايوه مش الاسلوب اللي بيتم ده. انت بتخزن وبتفتح البوابات وقت ما انت عايز. وبتملى بالكميه اللي انت عايزها بدون توافق وبدون تشاور. لا، وانا اللي ضمني انه السد ده لو خزن اكتر من كده هيبقى زي ما هو، اللي ممكن يحصل مشاكل فنيه فيه. يعني احنا سياستنا الزراعيه بتعتمد على احنا بنشوف كميه الميه اللي هتجيلنا. نعم. طيب احنا مثلا حددنا من الموسم، احنا موسم زراعه الارز بيبقى في مايو ويونيو وخلص خلاص موسم الزراعه. نعم. وعملنا حسابنا على زراعه 1 مليون فدان فقط ارز. ليه؟ لان عارفين ان فد النهضه هيخزن ميه. طب لو انت جيت في نص المده وما كملتش وجبت الميه، طب ما انا موسم الرز ضاع عليا خلاص انتهت. مش هقدر الحق دلوقتي ان انا كنت ازرع مساحه اضافيه اخرى. ولا ان انا اعمل شيء. فاذا هنا كان الاتفاق ضروري، لان السياسه الزراعيه بتوضع على الاقل سنه قدام. مش ان انا وليد اليوم المياه جت امبارح يبقى انا خلاص، والمياه هتيجي مصر يوم 7 سبتمبر. فالمياه لسه هتيجي، فما ينفعش ان انا يعني ازرع في وقت انت ما تسيب المياه. لازم يكون في اتفاق وعارفين هيخزن ايه السنه دي وهيخزن ايه العام القادم، ويبقى كل ده مرسوم. ولسنا ضد ان هو كان هيخزن هذه المياه. يعني لو بيتفق معانا احنا دلوقتي هو بقاله 5 سنين، ولو خزن ال 10 مليار الاخرى العام القادم هيبقى ملى في 6 سنين. يعني 6 سنين ده كان قريب قوي من اللي مصر عايزاه، ما كانش فيه مشكله. نتكلم كنا على 7 ولا 8. لا ما فرقش، احنا الحقيقه ما حددناش بالظبط عدد السنوات، قلنا حسب حاله الامطار. لو الامطار عاليه خزن زي ما انت عايز. لو الامطار منخفضه يمكن 10 سنين ما يكون. احنا دايما بنقول عندنا حسن النوايا. يعني هذا صحيح، ولكن هو في تعنت اثيوبي. ولكن هو يعني ربنا هو ما عندوش اراده سياسيه عشان يوقع اتفاق معانا ومع السودان، ما عندوش ده. هو يعني الحقيقه في التفاوض سياسه الامر الواقع. في التفاوض كان تطرقنا الى تفاصيل دقيقه هي اللي زادت من الخلاف.
والتفاصيل دي طالت الحصة. أولا مصر لن تستطيع أن توافق أو تعتمد أو توقع على أي اتفاق يألف حصة مصر. كويس. أيضا إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق يعطي حصة لمصر. لأن هم رافضين أصلا موضوع الحصة. رافضينه. فإذا فدي مواضيع حساسة كان هنا يجب الالتفاف حواليها بحيث نصل إلى صيغة وسط بدون الدخول في هذه، يعني لا يمكن الاتفاق على ارقام. لا يمكن اثيوبيا توقع ولا يمكن احنا كمان نوقع على ان حصتنا تقل. فالمفاوضات خدت منحى مختلف بعد 2015. ويعني لو كانت المفاوضات مشيت جديه بعد 2015 مباشره يمكن كنا وصلنا الحل، لان لما السنوات مرت دخلنا في تفاصيل. وفي النهاية إثيوبيا دخلتنا في طرق مختلفة خالص وقالت طب احنا عايزين حصة، كلام ما كانش بيتقال في بداية المفاوضات. لا بس دكتور عباس احنا في واشنطن 21 خلاص وقعنا، واحنا وقعنا بالأحرف الأولى خلاص وصلنا شبه اتفاق في وقت ترامب ما كان موجود بالظبط، يعني احنا فبراير 21 يعني مصر يعني في مفاوضات مشيت وتم التنسيق والتوافق احنا والسودان وهم، ثم وقت اليوم المحدد انهم يروحوا عشان يوقعوا مع بعض ما هم ما راحوش واحنا اللي رحنا، تخلفوا عن التوقيع. ومصر هي اللي وقعت، هي الوحيده اللي وقعت. نعم بالظبط، مصر الوحيده اللي وقعت، وده يثبت حسن النوايا لمصر. صح، لان مصر ده يديك كمان قوه في اي مفاوضات جايه، رغم ان اتفاق واشنطن ممكن ما كانش يرضينا 100%. ولكن احنا جينا على نفسنا، لان في المفاوضات مش هتحصل على يعني اللي انت عايزه 100%. نعم. فاحنا وزننا وقلنا وقبلنا بما هو موجود، ولكن اثيوبيا في اليوم لكن حاجة بتاكد ان احنا دلوقتي ما عندناش، يعني زي ما بقول كده حصتنا موجوده عنده البوابات، وبالتالي هو يعني ما عندوش القدره انه يشغل كل التوربينات اللي هو بيتكلم عليها على مدار العشر سنين اللي فاتوا. اثيوبيا اذا كانت اكملت التخزين او لم تكمل، في جميع الاحوال في وجود السد العالي في مصر والمخزون الموجود في السد العالي، وهذا نتيجة السياسة المائية في مصر في ترشيد استهلاك المياه، 55.5 مليار احنا بنرشد فيهم في المحطات المعالجة اللي احنا بنوفر مياه النيل في السد العالي علشان تنفعنا في وقت زي اللي احنا فيه، في المشروعات اللي احنا بنعملها وصوب زراعية وتطين ترع وشبكات ري وغيره وغيره وغيره، كل ذلك كلفنا كتير علشان نحافظ على محطات المعالجة احتياطي. احنا عندنا محطات معالجة بنعملها علشان نحافظ على احتياطي، علشان نحافظ على احتياطي في السد العالي اللي احنا بنستفيد بيه دلوقتي. كل نقطة مياه بنحافظ عليها. اثيوبيا لو ما كانتش فتحت البوابات كان يظل السد العالي موجود، ما كانش فيه مشكله بالنسبه لنا. ولكن يعني هنا عدم وصول الضرر للمواطن المصري مش معناه ان اثيوبيا تقوم بما تفعله بسياسه فرض الامر الواقع او اتخاذ قرارات احاديه، هذا غير هذا مرفوض تماما. صحيح. من مصر ومن السودان. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس شراقي، كل التحيه لحضرتك. النهارده عندنا فقره